يعطيكم العافية يا شباب، نتابع إن شاء الله بمادة التربية الوطنية بالمحور التالي. كنا حكينا بالمحاضرات السابقة على المواد اللي تم ذكرها في الدستور الأردني وأهم الحريات اللي يتمتع فيها المواطن الأردني اللي أعطته، وأهم المواضيع اللي تم مناقشتها في الأوراق النقاشية الملكية. هلا إن شاء الله رح نتابع بالجزء الثاني اللي هو بيحكي عن العوامل التي ساهمت في ترسيخ حقوق الإنسان وحرياته. أولاً، وجود الإرادة السياسية الجادة والثابتة التي تقودها القيادة الهاشمية التي رعت حقوق الإنسان والحريات العامة ابتداءً من عام 1921. 2، وجود الضمانات التشريعية المتمثلة في الدستور والقوانين التي بيكون لها ذات صلة مباشرة. 3، تأكيدات جلالة الملك من خلال مضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة وخطاباته. 4، مشاركة الأردن في صياغة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 5، جعل ثقافة حقوق الإنسان هي جزء من الثقافة الوطنية الأردنية من خلال عقد الندوات ومن خلال ورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات والدورات التدريبية. ما هي المؤسسات الثقافية أو المؤسسات الثقافية لحقوق الإنسان والدفاع عنها عن طريق ما يلي؟ أولاً، مؤسسات رسمية حكومية مثل 1، المركز الوطني لحقوق الإنسان. 2، إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية. 3، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان التابع لرئاسة الوزراء بحيث يقوم بالوظائف التالية: 1، رصد واستقبال الشكاوى والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. 2، مراجعة التشريعات والقوانين التي تتعارض مع تعهدات والتزامات الأردن الدولية. 3، متابعة التزام المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية والرسمية بمعايير حقوق الإنسان. 4، لجنتي الحريات وحقوق الإنسان اللي هي اللجان اللي بتكون في مجالس الأعيان، في مجلس الأعيان ومجلس النواب. 2، ممكن من خلال مؤسسات غير رسمية، مؤسسات أهلية، من خلال مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان، من خلال مركز عدالة لحقوق الإنسان. 3، مركز حماية وحرية الصحفيين ومركز الإعلاميات العربيات. 4، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. احتل الأردن عام 2015 المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 78 عالمياً في مؤشر حقوق الإنسان الصادر عن 3 معاهدات أجنبية، هي معاهدة كاتو ومعاهدة فريزر ومعاهدة ليبرلين التابعة لمؤسسة فريدريش نورمان للحرية، حيث تم اعتماد مؤشر المعاهد الثلاث على ما يلي: أولاً، انسجام الدستور والقوانين مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2، قوة الأمن. 3، حرية تنظيم الحركات السياسية وغير السياسية. 4، حرية إنشاء التنظيمات الدينية. 5، حرية الصحافة والتعبير. 6، ضمان الحريات الفردية والاقتصادية. 4، مفهوم سيادة القانون. يعتبر القانون هو من الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية، فقوة الدول تقاس بما تمتلكه من تشريعات وقوانين قادرة على تنظيم شؤونها وحماية مواطنيها، بالإضافة إلى قوتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كذلك يقع على الدول تطبيق القانون بمساواة وعدالة من جهة، ويتحمل المواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ القانون من جهة أخرى. 5، المساواة والعدالة. المساواة أي تماثل أفراد المجتمع جميعاً أمام القانون، سواء في الحصول على حقوقهم أو تأدية واجباتهم بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية أو العقيدة الدينية أو الجنس أو اللون أو المهنة. العدالة هي عبارة عن لغة الإنصاف، أما لغة هي معناها الإنصاف، أما اصطلاحاً هي إعطاء كل ذي حق حقه مع الأخذ بالاعتبار الجهد المبذول، فأساس العدالة هي المساواة، أما جوهرها هو الاعتدال والتوازن، وتعمل كل من الواسطة والمحسوبية على تقويض مفهوم العدالة. ولتحقيق العدالة والشفافية يجب وضع معايير تعتمد الجدارة والكفاءة في تعيين القضاء ونقلهم
وترفيعهم. وتقسم العدالة إلى أولاً العدالة الإجرائية بحيث ترتبط بالإجراءات القانونية التي تتضمن المحاكمات العادلة. 2- العدالة الاجتماعية أو الموضوعية ترتبط بإقامة مجتمع عادل ومتوازن. 6- مفهوم الحوار. ما هو الحوار؟ الحوار هو الاستماع الواعي للآراء وأفكار جميع الأطراف ومناقشتهم بموضوعية. الجدال هو إثبات تفوق الأنا في الرأي على الطرف الآخر. فوائد الحوار: يلعب دور فعال في إيصال الأفكار إلى الأفراد وتبادلها فيما بينهم. 2- ينمي تفكير الفرد ويساهم في صقل شخصيته. 3- يحفز الفرد على استنباط الأفكار واستحداثها. 4- ينشط ذهن الإنسان ويقويه. 5- يساهم في تخليص الأفراد من الأفكار الغير صحيحة التي يحملونها. 6- يدفع الإنسان إلى التوصل إلى الحقيقة من خلال التفكير. ما هي شروط الحوار الناجح؟ أولاً، قيامه على الصدق. 2- تقديم الأدلة والبراهين لا المغالطات. 3- أن يكون القصد منه إظهار الحقيقة. 4- احترام الرأي والرأي الآخر. 5- الابتعاد عن التحيز أو التعصب وتجريح الأشخاص. ما هو المقصود بالتسامح؟ التسامح هي معناها قبول الآخر المختلف لا إقصاؤه، بحيث يطرح في إطار إزالة بذور الأحقاد والمواجهات العنيفة على أساس إقرار كل طرف بوجود الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، وضمان حق الاختلاف والتنوع وحرية التعبير واحترام الرأي أو الاتجاه المغاير وحماية الحقوق المشروعة والحريات الأساسية للجميع. إن ممارسة التسامح لا تعني تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها، بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرين بمعتقداتهم. وهذا يعني بأن البشر مختلفين بطباعهم وأوضاعهم ولغاتهم ودياناتهم ومذاهبهم وسلوكهم وقيمهم وثقافاتهم، فالتسامح هي مسؤولية تشكل عماد التعددية، سواء كانت تعددية ثقافية أو دينية أو فكرية أو ديمقراطية، وحكم القانون وحقوق الإنسان. ويشار إلى أن تعزيز ثقافة التسامح يقع على عاتق الأفراد والحكومات معا. يعد التسامح ضرورة اجتماعية ووطنية ملحة، فهو يؤدي إلى: أولاً، تحقيق حالة الوئام والسلم الاجتماعي. 2- توطيد الوحدة الوطنية. 3- يحقق تقدم ورفعة الشعوب وتطورها على الصعد الحياتية كافة. 4- هي قيمة أخلاقية وواجب إنساني وديني ينبغي التحلي فيه. 8- مؤسسات المجتمع المحلي. يقصد بمؤسسات المجتمع المدني قيام مجموعة من الأفراد بإنشاء جمعيات أو منظمات تعمل على نصرة قضية مشتركة، وهي منظمات تطوعية غير ربحية وغير إجبارية، وتصنف كمنظمات وسيطة بين الدولة والمواطن، أي تتوسط بين الشعوب والدولة. وأهميتها وتهدف إلى: أولاً، المساعدة على تحقيق السلام والاستقرار والتكافل الاجتماعي. 2- لديها القدرة من الحد من توغل الدولة على الشعب. 3- مشاركة الشعب في اتخاذ القرار. من أنواع مؤسسات المجتمع المحلي: أولاً، الأندية الرياضية. 2- الملتقيات الاجتماعية. 3- النقابات المهنية. 4- الهيئات والمنظمات التطوعية. 5- النقابات العمالية. 6- الأندية الثقافية. 7- منظمة البيئة وحقوق الإنسان. 8- المنظمات النسائية ومؤسسات العمل الخيري. ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني؟ أولاً، المؤسسات المجتمع المدني هي شريك للدولة في التنمية بأنواعها. 2- القيام ببرامج ونشاطات هادفة. 3- التنظيم الجماعي التي توفره للعمل. 4- تقبل السلوكيات الأخلاقية المتصلة بالاحترام والتسامح والتنوع والتعدد. 5- المشاركة في التأثير في عملية صناعة القرار. 6- التعبير عن مصالح الأفراد.
تاسعاً، ما هو المقصود بالوحدة الوطنية؟ الوحدة الوطنية هي القدرة على دمج فئات الشعب ومكوناته جميعها في وحدة وطنية اجتماعية متآلفة ومتحابة ومنسجمة، أساسها الانتماء للوطن وقوامها المواطنة، والذي يضمن هذه الوحدة هو الدستور والقانون والمواثيق الوطنية والمؤسسات السياسية. والوحدة الوطنية لا تفرق بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة والإنجاز، وتعني وجود وطن واحد موحد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، يسكن فيه شعب متآلف أفراده وجماعاته تآلفاً وطنياً. أساسه الرئيسي الانتماء للوطن وقوامه المواطنة، بحيث يربط مصير مشترك، يربط ما بينهم مصير مشترك ومصالح مشتركة. تكمن أهمية الوحدة الوطنية في أنها أولاً أساس استقرار الدول وتطورها، وهي القاعدة التي يقوم عليها البناء الوطني السليم. 2- تشكل هدف التنمية السياسية وغايتها الأولى. 3- المساس بالوحدة الوطنية يقوض السلم المجتمعي ويوقف عمليات التنمية ويهدد وجود الدولة. والوحدة الوطنية تسمو على مختلف الانتماءات الفرعية، مثل الانتماء للإقليم أو العشيرة أو المنطقة أو العقيدة، سواء كانت دينية أو مذهبية أو سياسية، وغير ذلك من الانتماءات الفرعية. المجتمع المدني والدولة المدنية. المجتمع المدني هو كل مجتمع بشري خرج من حالة الطبيعة الفطرية إلى الحالة المدنية الحضارية، التي تتمثل بوجود هيئة سياسية وحكومية قائمة على اتفاق تعاقدي. عرف الفيلسوف جون لوك المجتمع المدني عندما يؤلف عدد من الأفراد جماعة واحدة، أو عندما يؤلف عدد من الأفراد جماعة واحدة، يتخلى كل منهم عن تنفيذ ألسنة اللي هي ألسنته الطبيعية التي تخصه، ينشأ حينها إذن مجتمع سياسي أو مجتمع مدني. وتعرف الدولة المدنية على أنها اتحاد من أفراد يشكل مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يستند إلى مبادئ العدل يطبق هذه القوانين. ما هي خصائص الدولة المدنية؟ الدولة المدنية هي دولة تحتكم إلى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة، وهي دولة المؤسسات التي تعتمد نظاماً يفصل ما بين السلطات ولا يسمح لسلطة أن تتغول على السلطة الأخرى. 3- ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك، تمتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام الرأي الآخر، تحافظ وتحمي أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية، تحمي الحقوق وتضمن الحريات حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، يلجأ لها المواطنون في حال انتهاك حقوقهم، تكفل الحرية الدينية لمواطنيها وتكرس التسامح وخطاب المحبة واحترام الآخر، وتحفظ حقوق المرأة كما تحفظ حقوق الأقليات فيها. يعطيكم العافية.